السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة عادل ترافل. الحين أنا في وادي نوف، راح أخذ بعض اللقطات عشان تستمتعوا في هذا الوادي، لأن قبل أيام كانت في أمطار غزيرة جدا في ولاية نزوة، وهذا هو الناتج. إذا كنت ما مسوي اشتراك في القناة، سوي اشتراك في القناة علشان في مقاطع كثيرة راح أقدمها عن السياحة في سلطنة عمان، وكذلك في مقاطع سابقة قدمتها في سلطنة عمان. يلا بسم الله.